قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش ديروا جيم. راديو فاندوهام بقوا في الاستماع. رجاء الريفي في قضايا مجتمعية. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في البرنامج المباشر قضايا مجتمعية. كيف ما تعودتمنا دائما نكون قرب منكم، نستمع لمشاكلكم، نرحبوا باقتراحاتكم، ونحاولوا بكل صدق نلقاو حلول لجميع القضايا اللي كتهمكم. قضايا مجتمعية هو الصدر الرحب اللي كيستقبل همومكم، كيحترم شجاعتكم، كيقدر صراحتكم. طبعا هادشي كله من خلال تجاربكم. سيداتي وسادتي، ما ترددوش في انتظار المكالمات ديالكم. رجاء الريفي في الاستماع. رجاء الريفي في الاستماع. انا ناديه من سطا. مرحبا لالا. عندي واحد المشكله لالا. تفضلي. نهار تعدى عليا واحد السيد ما كنلقاش راحتي لا مع راسي ولا مع عائلتي. وما كيدينيش النعاس وما كنخرجش للزنقه وما عرفت فين نمشي. كنظن باللي خاصك تشوفي طبيب نفساني، غادي يفهم في الحاله اكثر من اي واحد. ولكن انا ما باغاش نقولها للبوليس، وبغيت تتصلوا بشي جمعيه ولا شي جهه مسؤوله. ايه لالا، ضروري تتصلوا بهذه الجمعيه مادام ما بغيتوش تتصلوا بالشرطه. ما خاصكمش تبقاو في السريه. ولكن انا راني مشيت عند واحد الفقيه باش نشوف. لا الله يخليك، خاصنا نعرفوا بان هذه الحاله ديال الاغتصاب كاينه في المجتمع ديالنا، هذه حقيقه خاصنا نقبلوها. نتشجعوا بدون تردد ونتخذوا القرار. الناس ديال الجمعيه، الناس ديال الجمعيه لالا قايمين بالواجب ديالهم، غادي يساعدوكم وغادي يوقفوا معكم. وشكرا لالا بزاف. لا شكر على واجب. مرحبا لالا. رجاء الريفي في الاستماع. الو، انا ولعتك ديك النهار عندك تقطعي. بغيت نقول لك غير هذا البرنامج ناقصينو بزاف ديال الحوايج وما خصوش. الله يخليك اسيدي، ماشي من الادب والاحترام نتكلموا بهذه الطريقه. تعطي نصائح لعيبه. اسمح لي غادي نضطر نقطع. كنعتذروا للمستمعين على هذا العطب الخارج على الاراده ديالنا. نتلاقاو بعد الفاصل. يا دابا ديما حنا على هاد الحالة. فين كنتي البارح؟ رجعنا لهاد النكير. دابا المرمي كتصور راجلها اللي غابر عليها هادي يومين كتسمى نكارة. عمر، انا راني مراتك وعندي الحق نعرفك فين كدوز هاد الليالي كلهم وكتخليني بوحدي. غادي نقول لك جوج كلمات، غتسدي فمك ولا خليني نخرج بحالي، تفهمنا؟ كيفاش؟ تخرج؟ خصك غير سبة باش تخرج. وانتي راجل، كان انت جالس مع مراتك ومعمر دارك. هنا راه راجل ونص،
راجل الأنف كتسمعي؟ اش كديري هنا بالكركه؟ اش كديري هنا؟ اخر مره لحظت لك تبركي تفهمنا ولا لا؟ اخر مره قص بلاصتك مرة أخرى إلا حصلتك كتبركي راه ما تلومي على راسك تفهمنا ولا لا؟ الزمر قد ما فات تولي مدام عاشر هي العين ما كتعلاش على الحجم. شكرا لك شكرا ولكن عن قديمة رجاء الريفي بلا سور جدا رحبا لا خطك مرتاحين بزيان عرضتي تسبق عرضتك وعنات لاسواغي على حسابي لا ما تكلف راسك لا فيها حتى شي تكلفه خير منير افيك ان غون بليزير شحال عندنا من رجاء الله يخليك وعندك ما تجيش لضرب الصداق لا صافا با خلعتي غادي نجيب كري وغادي نعاونك وغادي نكون معاك حنا بلاتي الله يخليك الله يسهل الله يحمل عليك الله يخليك يلا وزيد شي بو صحة وراحة الو ماما تعطلتي يا بنتي ايوا شفتك كاع ما جيتي لا انا عند امل كنتعشى منير معاك هو معايا شوف انا راه ضربتك التليفون باش نقول لك على داك الدوسي اللي كنتي كتسناو راه واجا اليوم في الصباح الله خبر زوينه ماما هذا صافي لا ما نتعطلش كيسلم عليك يلا ماما سلام le dossier d'immigration j'en sais pas ça bismillah فرحتيني وحقا بصح سمحي لي بنتي شغل ديري خلي امك تكلف عفاك وي عدنان صافا الله يبارك فيك دزت عندك قبيله بغيت نشوفك ولكن ما لقيتكش لا انا دابا وصلت للغاديو واحد السيده عندها واحد المشكل وبغات دير لادين لواحد العينات ديال الشعر ما كرهتكش توقف معايا في هذه القضيه الله يعطيك الصحه ما يمكنش واخا ميرسي بوكو باي راديو 22M بقاو في الاستماع رجاء الريفي كيضربني بالكرفس عليا وانا ما عندي حتى شي دم لطيفه ضروري اتصلي بوحده من الجمعيات اللي قلت لك اما الا بغيتي تطلق زعما هذا قرار خصك تحسمي فيه انت غادي تشوفي محامي ومساله واضحه لا رجاء انا مزوقه ما عندكش علاش تشكريني ما عندكش علاش تشكريني لطيفه مرحبا بك في اي وقت حنا هنا في الاستماع وكما كيعرفوا المستمعين الكرام احنا هنا باش نسمعوا لهم دائما في انتظار المزيد من المكالمات ديالكم
خليكم مع الفاصل. قضايا مجتمعية في الاستماع. هذا انا عاود ثاني اجي بدا. واش درتي داكشي اللي قلت لك ولقيتي محامي قلب لك على اصلك وفصلك؟ ايوا ما تدخلي في حياة عباد الله. الله يخليك سيدي، الله يخليك. ما بقيش تصل بهذا البرنامج، وزعما ما عرفتش كيفاش كتقدر تهضر بهذا قلة الادب وبالاعتبار الاخرين، ما فهمتش زعما سبحان الله. راك اصلا انت وحده من دوك الضحايا اللي كدوي. الو الو، كنعتذر للمستمعين على هذا الامر الخارج على الاراده ديالنا مره اخرى، وكنبغي نوجه واحد الكلمه لذاك السيد. المسائل الخاصه يخليها له زعما، وشكرا بزاف، وما بقيش اتصل بهذا البرنامج. شكرا. سمعتي داكشي اللي سمعت في الراديو؟ باغيين يخرجوا لي على بنتي، وحتى لين غنبقاو هكذا. والله ما عرفت شنو غندير ولا شنو غنقدم ولا نوخر. شنو بغا عند البنت؟ شنو غندير يا سيدي يا رب؟ بابا كيف بقيت على بشوية؟ شوية الله حولي يا سلام. صباح الخير. صباح الخير. ما تقوليش باقي ما خديتي يدو. خوك عمر جا؟ لا مازال، غيكون باقي في الخدمة. ديني بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وآله وصحبه. تزوجتي البنت ديال الشاب؟ لا مصر. خليتو بزولة الله يكون بخير. مبروك معروف. مبروك يا فدلة. مبروك عليك. قولي زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. قول زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. مبروك عليكم، الله يكمل بخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يكرمك.
رجاء بغيت نهضر معك في واحد الموضوع عزيز. هذا الموضوع بغيت نهضر معك فيه، بغيت كدا بعدا تعرفي بلي انتي راه بعد كبيرة عندنا لا انا ولا باك. يا ماما انا عارفة هاد الموضوع من شحال هادي وانا باغا نهضر معاك فيه، بقيت كنتردد. ملي كنت صغيرة كنت خدامة كاتبة في واحد الشركة، زهرة مرتاحة؟ لا لا كيبان لي بحال ما عجبكش الجو. لا مزيان سعدت المدير. مزيان؟ هادشي اللي بغيت. شربي غادي يعجبك. اي حاجه احتاجتها في الشركه انا موجود. انا بالنسبه لي انت سنه عزيزه، انا بحال شي واحد من العائله. بارك الله فيك سعاده المدير، شكرا بزاف. كنبغيك تكوني دائما مرتاحه. من بعد هادشي اللي طرا مشى لفرنسا لمدة ونكرني. شحال من مرة وانا كنفكر في الانتحار، غير باك هو اللي دار بوجه العائلة واستني الله يكثر خيره وقف معايا حتى ولدت.
هادشي ما عذبني حتى واحد النهار كنا نلقى صورة داك الوحش في الجورنال وقت الانتخابات وعرفتو عرفتو ولكن انا ما قدرتش قول لي الحقيقة. شكون اللي عرف هادشي من غيركم غير بابا؟ توحد توحد غير انا وباك. شكون اللي قال لك يا ما عرفتش شفت الله ياخذ فيهم الحق. سيدي اجي نشوف رجاء مالها عيط لها قبيله كان ما جاوبتنيش حتى تعطلت في الحمام. رجاء 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 حل يا بنتي. رجاء رجاء جاوبني يا بنتي الله يرضي عليك. رجاء عفاك يا بنتي ياك لاباس بس بغيتي حيد حيد الزهراء. الحمد لله هادشي ما انتشرش. كتسمحي لي بغيت نقول لك بلي انا والمدام ديالي مره كنسمعوا داك البرنامج ديالك. الله يعطيك الصحة خليت لك الراحة. أمضر يا دكتور هاد الشابة فريمون إلا دلا شونس. إيه دابا بيان بعدا؟ الحمد لله الخطر ما بقاش ولكن خصها تبقى معنا شي شوية ومن بعد يمكن لها تاخذ شي أسبوعين ديال الراحة. لا لا يخطيك علينا هذا واجب هذا واجب. ميرسي بوكو. مني تكون مت وما شفتكش بحال هكا. الحمد لله كل شيء على خير. عندك علاش تقلق؟ مرحبا بسي منير زيد اولي تفضل. الله يبارك فيك اسي علي الله يخطيك على حالتي. دير هنا كي داتشي الله يخطيك. رجاء تعشينا بجوج وفي هذيك البلاصة اللي تتعجبك. ميرسي. مالك مخبية هذيك الضحكة؟ ما عرفتش منين بدا لك منير. اش وقع عاوتاني؟ واقعين بزاف ديال الحوايج. عرفتي علاش دخلت للسبيطار بصح ولا لا؟ إلا كانت شي حاجة شخصية ديالك وعرفتيها تقلقني ما كان لاش نعرف. واخا هي كتخصنا كاملين
انا ماما بابا حتى انت حيت وليتي واحد من العائله. سمعني انا رافع وباك لي باك هو هذاك اللي عطاك سميتو كبرك رباك دخلك المدرسه هاد جيت الاخر وضرب كل شيء في الزيرو وانا كنموت عليه وعارف هاد الشيء كله واش حاس بيا بيان سور بيان سور واحد تعدى لي على امي تكرفس عليها ما خصكش تحسب الامور بحال هكا انت عارفاني شحال بغيك وما عندي لين عليك واي حاجه نديرها على ودك اللي خطك عليا ولكن من حقي نعرف ليش ناويه شنو غديري باش تخليه يعترف بالخطا ديالو ويعترف بيك راني ولفت نشوف الضحكه ديالك تخلينيش بوحدي هكا هادي هي اللي مع مراتكم هلي مور الو صباح الخير لالا هادي رجاء الريفي معك اتصلت بكم صافي اون سيمين بغيت نشوف الحاج الحسين ولكن ما جاوبتونيش اها واخا لالا نعاود نعطيك الرقم اون سي جامي يكون تلاف ولا هو هذا والله يخليك عطيه ليها عاوتاني شكرا قضايا مجتمعية منكم وإليكم ما تبخلوش علينا بالمشاركة مستمعينا الكرام وفي دورات وحوارات المواضيع اللي كتختاروها انتوما مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامجكم الوفي قضايا مجتمعية انتم معنا على الأثير مباشرة وفي خدمتكم وراء الميكروفون دائما رجاء الريفي الو بوني بوني اش اخبارك منير صافا الحمد لله منير هم درا شنو درتي في السفاره مزيان ايوا واش من خبر على الملف ديال الهجره الحمد لله مزيان فين كتاب انت يلا تهلا في راسك بنوي الو تي هي الصحفيه رجاء الريفي اي نعم سيدي هي هادي شكون معايا الكاتبه قالت لي بغيتي تشوفيني اش حاب الخاطر في الحقيقه عندي واحد البحث صحفي وما كرهتش نشوفكم باش نهضروا في التفاصيل الو الو
الو كيدير انت لاباس عليك؟ اسمعني مزيان اش غادي نقول لك. هذيك الصحفية رجاء الريفي بغيتك تجيب عليا عليها معلومات وبالزربة الله يرضي عليك. انا كنتسناك. بغا انا قلت لك كل شيء ما خبيت عليك والو. دابا استاذ الله يخليك راني محتاجه لك بزاف توقفي معايا في هاد القضيه. لا ما تروبيني انا معك عولي عليا. هي القضيه ماشي سهله. الحاج الحسين بالماضي ديالو ولكن هنرضو معاه البال لان تيقولوا عليه كان مخلويد ومخلويد كبير. غادي نتوكلوا على الله ونبداو بالخطوه الاولى. قولي رجاء شنو تشربي؟ اتاي قهوه منادى؟ هاي شوفي. لا ما فيها شكرا. لان تبقي معايا شويه مازال غادي نطرح لك بعض الاسئله ونعطيك واحد اللائحه ديال الوثائق توجديهم ليا باش نقدوا الملف ديالنا. مرحبا مرحبا. سمحي لي تعطلت عليك شويه. ماشي مشكل. سمح لي انا الا جيتك شي وقت ماشي هو هذاك. لا لا معليش. ايوا علاش كيتكلم هذا البحث ديالك؟ في الحقيقه جيتك على مشكل ديال واحد السيده. ايوا السيده عندها علاقه بالبحث ديالك وانا مالي؟ حيت البحث ديالي كيتكلم على شي وحدين تعرضوا لبزاف ديال العنف من طرف شي وحدين كيسميو راسهم رجال. قصة عندها 25 عام تقريبا. ايوا هادي مشاكل ديال العيالات باش غادي ننفعك حنا؟ وحدة منهم قالت لي بلي تكرفس عليها شيطان في صفت بنات. انت كتعرفو مزيان عندك هنا في الشركة. خمسة وعشرين عام راه عمر اللي مات مات واللي باقي حي خلص الله. واللي حملات وولدات وتكرفصات كمول الفعل عايش بخير. اش خصنا نديرو مع هادي؟ الا عندك شي مرا بغيتي تعاونيها حتى انا مستعد نعاونها في سبيل الله. عندي الوالدة ديالتي هذيك وانت السي الحاج اللي تكرفستي عليها. سيري عند امك وشوفوا شي واحد اخر من غيري. ما انا حتى حراميات كنعرفها. واحد في حالك ما يمكن له الا ينكم. غادي تخرجي ولا غادي نعيط على البوليس دابا؟ طرقي عليا كمالتك. ما عندي ما يتسالك السي الحاج. برا قول له لك عمر رجعت دابا دابا يلا. رجاء الا بقيتي تبعهم راك غتواجه غير المشاكل. واش يحسب لك انا ما عرفاش هادشي؟ ولكن غنمشي حتى الاخر. ما شتيش كيفاش تصرف معايا؟
بدون اي اعتبار زعما عندو الناس بحال الدبان. الله يهديك يا بنتي، راه اللي فات مات. شكون دفن هادشي اللي مات ماما؟ شكون اللي كان انتي ولا خور ولا خور؟ داكشي كله اللي فات هو غدا، كاين حتى شي فرق. رجاء ما عندك علاش تتقلقي، وسعي خاطرك. انا في الاول علمتك وقلت لك بلي القضيه ماشي سهله، انا واقفه معك ودير جهدي، وانا غنمشي حتى الاخر استاذه، من حقي تعترف بيا شرعيا وسميتي تقيد في الحاله المدنيه، وهذا الحق غتاخذ. غادي ناخذ سميتو واخا كنكرهو. الو وي، ما تقطعش ما تقطعش، رجاء نشوفو من بعد. اوكي شكرا. تفضل اسيدي. جبتي الوثائق اللي قلت لك؟ ها هو. واحد دقيقه. الو أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مرة أخرى في البرنامج الأقرب لقلوبكم واللي مستمر بفضل تشجيعاتكم. نبغي نقول الأوفياء البرنامج الكرام، راه كنقراو جميع الرسائل اللي كنتوصلوا بها بالرغم الوفرة ديالها، وهادشي ما كيزيد إلا يفرح البرنامج، وكنشكرهم على الاقتراحات القيمة ديالهم. وكنعرف باللي كاينين أوفياء في الظل اللي غير كيستمعوا ما كيشاركوش، كنقول لهم مرحبا بكم. رجاء الريفي قلبها مفتوح كتنتظركم، ما ترددوش تصلوا بالبرنامج. رجاء الريفي في الاستماع بعد الفاصل. لا بصحافتي، لا ميسيون ديالك زوينه بزاف، لا سبيسيال. صافا منير بخير؟ شنو شي حاجه مع منير؟ شنو كاين معنا؟ ما عرفتش منين نبدا والله. بغيت نسولك. فازي. كنتي في دار الحاج الحسين ياك؟ اه دارنا. نعم. هلك على شنو كيجيك الحاج الحسين امل؟ الحاج الحسين بابا. شنو رجاء خلعتيني؟ شنو عندك رجاء؟ رجاء رجاء واش فراسكم بلي جاتنا تعليمات من المسؤولين الامور تمشي عاديه في هذا الملف؟ استاذ شنو خصني ندير انا؟ هادشي اللي بغيت نعرف. الا
خاصك دير واحد الخبره لا دين هكذا نرضيو جميع الاطراف والا راه ما عندكش باش ترد الاتهامات ديال المدعيه. واخا استاذ حنا غادي ندرسوا هذا المطلب ونردوا عليك الاخبار. ايه انما الله يخليكم ما تعطلوش بزاف. مزيان ضيقتي هذيك الهبيله وكذبتي باك. وبابا راه الا كان داكشي اللي كيدور ليا في راسي بصح راه غادي يكون عندنا مشكل كبير، دونك من الاحسن فكوه بلا شوهه بلا فضيحه. هذاك الكاس دي لي الكاس خزيت على نهار كي داير. مالك انت عاوتاني اش كاين ياك لاباس؟ هذيك البيعه والشريه مع الشين وما صدقتش يا قلتها لك قلت لك بعد من هذاك الشيء ولكن انت ما كتسمعش راسك قاصع. واش حنا دابا كنهضروا على مشكل قدو قد الصخت نتوما كتهضروا ليا على البيع والشراء؟ اش من مشكل عندك عاوتاني انت؟ اين مشكل؟ ما عندنا مشاكل غير البصالات. فين هاد المشاكل؟ البصاله بابا شنو كاين؟ شرحي لي شنو كاين عاوتاني؟ كنا كنهضروا على المشكل درجة رجاء عاوتاني حنا كنهضروا على البيع والشراء وانت كتجبدي ديك الطماعه ما بغيتيش تسدي هذا الموضوع هذا. شنو؟ كتغوت على اختك؟ نخرج عليا نخرج مالك بابا؟ بابا صافا؟ اوه لاباس نعطيك شوية الماء؟ عمر تسنى شفتك غادي مزروب هذا الصباح مالك؟ ما جاوبتينيش امتى غادي تطلق هذيك خيتي؟ راني عييت ما تسنى ما عرفتش حبيبه انا كنتسنى غير الفرصه باش نهضر معاها. مازال ما بغيتي تلقى هذه الفرصه؟ عمر خاصك تلقى شي حل تحرك تلين غادي نبقاو مخبيين فحال هكايا. شنو معنيت هذا؟ ندير بهم شي حاجه. ما بقيتش باغا فلوسك؟ ما عندي ما ندير بها. انا ما عرفتش حبيبه هاد الزربه كلها علاش. لابارتمون في سميتك الفلوس في البنكه كنخرجك كنشيك الحوايج كتسافري ما فهمتش انا هاد الزربه كلها علاش. ما بقيتش باغا هادشي كله. عمر خاصنا الزواج الزواج عمر واش فهمتي؟ ما فهمتيش بلي خاصنا نديرو الكاغيط في اقرب وقت ولا مازال باغي تزيد تفلا؟ لا حبيبه انت راكي عزيزه عليا بزاف وانا كنوعدك باش غادي نلقى الامور ديالي في اقرب وقت صافي. يلا شي ضحكه وديك الضحكه يلا ضحكه. شوف عندي لك واحد الكادو مهم وغادي يعجبك بزاف ها يلا ودير الضحكه يلا اي اي ها فوالا هادي الضحكه ديالك. شنو هو هذا الكادو؟ هو كذا ما كيتقالش هادي مفاجأة نهار كنخرجو نتعشى غادي نجيبو معايا يلا طلعي في راسك. واخا اختي دوزي ليا الو شكون معايا؟ شكون معايا؟ اه شنو زعما باغي تخلعني؟ شكون هما هادو اللي كتهضر عليهم؟ انا ما كنعرف حتى شي حد. الو حبيبتي نجي صباح الخير. صافا الله يبارك فيك.
اختي راه شي وحدين عيطوا ليا كيبان لي دخلنا للصح بداو كيهدوا فيا ما بقيتش عارفه شنو ندير. كما قلت لك انا غادي نتكلف لك بالملف وغادي نخبرك بالمجريات اللي هي غيطلبوا. غادي نقول لك شنو دير يا استاذ. اسمع لي، الا تبعتي الخطه ديالي الامور غادي تدوز بخير وعلى خير، وانا هادشي راه كاع ما كيخلعني. راك عرفتي شحال ديال الملفات دوزنا سي عمر. انا راه ما غاديش نعارضك، غير هو كنشوف عرفتي شنو، راك كتعرفني انا ديما موجود وقت ما احتاجيتي. اسمع اسمع يا استاذ، انت بلا ما تبرز راسك هاد الملف غادي نتعاونوا عليه انا وياك وغادي نجمعوه. صافي صافي، ايوا التليفون بيناتنا. يلا تهلا فراسك. شحال كتجمع كتشاكي كزوينه تشرب شي حاجه؟ هنا راه ما جبناكش هنا باش تغوب شي ولا خصني نعاود لك المكتب باش تضحكي. شفتي الكادو؟ فين هو الكادو؟ ماشي بلاصتو، ما غاديش نعطيك الكادو هنا قدام الناس. وعلاش عيطتي لي لهنا؟ عيطت لك باش تفوجي باش تضحكي ماشي باش تغوبشي. دابا ما كاينش الكادو ياك؟ قلنا لك ماشي بلاصتو هادي. بخير حنان. حنان على سلامتك. عاد فكرتي واش عندك دار اخرى؟ عطاني اتساع الله يجزيك بخير. انا اليوم ما بغيش نتخاصم معك. هادشي يا عمر طلع ليا فراسي، راني تقهرت منه. ما ديها لا في دارك ولا في مراتك، وكاع فين عمرك ديتها بشي حاجه؟ اش درنا لهاد الهضره هادي؟ عمرك طلبتي مني شي حاجه وما جبتهاش ليك؟ كيظهر لي خصك تبدلي ساعه بساعه اخرى احسن ليك. انت حطني في هاد الدار بحال شي ديكور ياك عمر. كل واحد يشد طريقه. عمر بغيت تلاقي، سمعتيني؟ سمعتك مزيان. احنا ملي كنتزوجوا ما كنطلقوش، سمعتيني؟ وانا هاد الهضره اللي خارجه من هاد الفم انا ما كنسمعهاش.
الو الو، واش مازال بغيتي تدخلي السوق راسك وتبعدي من حياه عباد الله؟ شكون معايا؟ راكي عارفه شكون اللي معاك، انا وليت نعيط لك ديما. انت عاوتاني اش بغيتي عندي؟ شوفي، راك تعرضي راسك للخطر، لا انت لا عائلتك الا بقيتي تدخلي راسك في الشبوقات اللي بعاد عليك. اش من شبوقات؟ راكي عارفه مزيان علاش كندوي، هادشي راه صعيب على صحفيه درويشه بحالك. لطيفة، ما كاين ما نخبي عليك، نتائج الحمض النووي المختزل ماشي في صالحك. كيفاش ماشي في صالحي؟ مسألة واضحة، يعني باللي الحاج ماشي الأب البيولوجي ديالك، ماشي باك. سيد القاضي، ممكن نحصلوا على نسخة من التقرير؟ طبيعة الحال ممكن، تقدروا تاخذوا نسخة من كتابة الضبط ولا من الكتابة الخاصة، بحال بحال. شكرا سيد القاضي. تفضلوا. ماما، واش هذا هو الراجل؟ شوفي مزيان. اش غادي نحب لك؟ ما عندي حتى شي شك، هو هذاك. اش انا غادي ننساه؟ وشوفي غير في التصويره بعدا، شوفي فيها مزيان ماما، شوفي. تصورتو هذيك، هو هذاك. شوفي يا بنتي، هاد نوع من البشر حتى حاجه ما تحصرو. قادر يدير اي حاجه باش يمحي الماضي ديالو من النص، وغادي ينجح، غادي ينجح. انا اللي جيت عليا بنتي، بعدين طرق داك الوحش، انا ما نقدوش عليه، راه طاغي بلا قياس. ياك يا بابا، ياك ما فهمتش علاش كيوقع هادشي كلو دابا، ما فهمتش علاش دابا، ما فهمتش. عم دار دكتور، أعصابها متوترة، بغينا يكون خير إن شاء الله، يكون خير. ميرسي بوكو. دير اسمح لنا تبارك الله. ما كاين حتى مشكل. تفضل معايا. شكرا. ما عرفتش كيفاش عطاه خاطرو يدير لمراتو هاد الحالة. بابا راه السيدة كتموت في السبيطار. طلق. بقات عيشة بيناتهم، والطلاق هو الحل، لا ليه ولا ليها، صافي. اش من طلاق بابا؟ راه تكرفس على بنت الناس، راه ما بقى ليه ما يطلق. واش حساب لك عائلته غادي يسمحوا ليه؟ طلقها، سمعتيني؟ هاد العبد الدري يبارك عليا منه. واش انت باقي صغير؟ انا راه كبرت على هاد المشاكل. انا ما باغيش نطلقها، باقي كنبغيها. ما عرفتش شنو وقع ليا هاد الايامات حتى ضربتها. كنحس براسي مقلق بزاف، واش من الخدمه ولا من ديك الصحفيه اللي منوضه لنا الروعه في العائله. بارك عليا من هاد لعب الدراري، سمعتيني ولا لا؟ حل لي هاد المشاكل.
اسمع نقول لك، هذاك اتصل قد ديالك راني عارفه، فهمتي؟ واش تحب لك انا كرر على سمعي؟ بارك عليا من المشاكل. رجاء شخبارك؟ صافا الحمد لله، انت بخير؟ صافا توحشتك. عبرتي وارك عارفه الخدمه ولا غادي وجري شنو جيتي تشوفي شي حاجه؟ بقيتيني كنقلب على لا شومبر ديال واحد السيده جيت نشوفها ما مالها مسكين. تكرفص على راجلها واحد التكرفيصه خايبه، واحد المستمعه عندي في البرنامج. ما تكونش لطيفه. الله يلا هي باش عرفتيها مرات خويا. عرفتي راني حشمانه ما قادرهش ندخل عندها. هيا لا شومبر ديالها مفرص. يلا بقيت قد نصبر عليه ديما يجي مع الدار وسكران، وملي كندوي معاه كيضربني ويتكرفص عليا. أمان خط ما كيولدش وأنا ما عندي حتى شي ذنب في هادشي، ما يبردش قضيتو فيا. بصح ماشي مبرر هذا. لا رجاء انا بغيت ندعيه وعائلتي غادي توقف معايا، انا بغى نفضح هادشي كله. ما كرهتش نعاونك والله على طفا، ولكن راه امل عارفه الاسباب علاش ما نقدرش، ولكن اللي نقدر ننصحك به زعما بالمجرى القانوني. تقدروا تخليوني مع مراتي بوحدنا؟ لا لا ما بغيتش. لطيفة ما تكونيش قبيحة، أعطيني فرصة نشرح لك. شرح لي ملي غادي نكونوا في المحكمة. خاصني حولي يمكن غنمشي. لا رجاء أنا مزوقة، خليك معايا. اش كديري من الصباح هنايا؟ كندير الواجب ديالي يا سي عمر. الواجب هو تدخلي في الشغل ديال عباد الله؟ وأصلا اش داك تدخلي في المشاكل ديالي؟ أمال بغيتي تهضري مع دخيتي ولا متفقة معها ضدي؟ شوف أنا ما متفقة مع حتى واحد، راه مراتك اللي عيطات ليها. تهضري انتزاع. خليني أنا ترونكي. من الأحسن دابا تمشي في حالك. هي اللي خصها تمشي ولا غندخل دابا نخرجها صحة. واش حماقيتي؟ خلي عليك زيدة في التيقار. تبعد مني، بقات لي غير مراتي حتى يدخلها. رجاء رجاء امور غادي تتعقد بالزربه، وانا وليت خايف عليك بزاف، سيتو الدوسي ديال الحاج باقي طري. وي انت عارف دابا مابقيناش نقدروا ندوزوا لطيفة في المباشر. وي بيان سور. والموضوع تعديل المراه واش عرفتي شنو ندير؟ وي غادي نكتب الموضوع ونشر ونستنى شنو غادي يوقع. واش درتي في حسابك شنو ممكن يوقع مع الحاج ولده؟ واش غيدوزوها لك بالسهل؟ اش غيوقع كاع؟ شي ما كيخلعنيش يا منير، تعرفني مزيان. ما عرفتش امل البنت ليا ما قالت شي كلمه في هذا الشيء، و ما بقاش فيا الحل انني عارفها بالصف ديال باباها، سي نورمال. ولكن باين بان ما عجبهاش داكشي اللي داير خوها عمر. انا في نظري نخليو البوليس يديرو خدمته. بون بالنسبه للمقال ديري خدمتك، ديك الساعه نشوفو شنو يبقى. ان شاء الله ما يكون الخير. غتبقاي بحال هكا مخبية الضحك عاوتاني؟ كي دايره مع الخدمة؟ الأمور غادية مزيان؟ كون هانا بابا الحمد لله. هذيك الصحفية اللي باغا الحرب أنا راه موجود وقاد بها. كون مشهود الحاج تبت شوية
تبت شويه ودير عقلك باش تعرف تفكر. وهي كتبت في الجورنال يوم بعد سير عند مراتك وحلوا المشكل بيناتكم بلا هاد سخونيه الراس. الله يرضي عليك الحاج. انت راه ما فاهم والو. هذيك بغات تخرج على العائله كامله وانا كنعرف شكون هو اللي موراها. بارك عليا من الهضره الخاويه. سير عند نسيبك قول لي الحاج بغاك نشوفوا كيفاش نحلوا هاد الحريره هادي اللي درتي لينا. نسيبي ما بغيش يشوف هاد الكمالة هادي فحال وليت انا عدوه. هادشي اللي مكتوب راه ما كذبوش عليك فيه. اللي قالته مراتك كتباتو السيده. فين كاين المشكل دابا؟ انتيا معايا ولا ضدي؟ ولا بغيتي تولي بطله مناضله على ظهر خوك؟ انا عارفه راسي اش كندير وشغلي هذاك. شتي هادشي اللي وقع مزيان ليك انت باش يتهرس لك الراس شويه. الا باغا تطلق انا مستعد نطلقها، ولكن هذيك الصحفي ديال الجدريال بيني وبينها الحساب. بارك عليها من التخربيق واعطيها التقار. فهمتي ولا لا؟ واش كتسمعني ولا ما كتسمعش؟ فين عمرك سمعتي مسخوط الوالدين؟ قرايه بنتي شنو مكتوب تما؟ كاتبين ضربها وتعدى عليها. شنو داكشي اللي قالت سيده كتباتو؟ الو وي لطيفه صافارتي كي بقيتي شويه؟ الحمد لله الحمد لله اختي. والصبر الصبر اختي اش غادي نقول لك؟ والله زعما واخا لطيفه انا نعيط لك. الو وي منير خويا بصح صافي صافي واخا انا دابا نجي عندكم. يلا يلا خير. والله يا بنيتي غير بيجا من جهتك وصافي. الطبيب قال لكم اللي عندها الصر ما عندهاش شي حاجه صعيبه. شي خديتها تيمشيو مع الوقت. ما يكونوا غير هادوك البوليس هي ياخد طريقه ويدير لونكيت ديالو وحنا ممكن نتهموه الا بغينا. بصح خصنا نخليو البوليس يدير خدمته. السلام عليكم. سمح لي اختي رجع شويه ياك ما كايناش حاجه صعيبه. لالا امل هادشي كامل بسبب باك. بابا ما عنده حتى شي علاقه بهادشي. ما يمكنش نتهموه غير هكاك. كاينين بزاف د الحوايج اللي مازال نتوما ما عارفينهمش. وقيل راه كلشي واضح بلا ما نزيدو نشرحو. منير عافاك خليني مع امل. ماما هادي امل بنت الحاج الحوسي. هاد الساعة كلشي مزيان. أسيدي ما عندي ما نسرك الطيارة قصيت هاد الملف. إيه ولكن اللي خالعني أنا خفت هاديك خيتي لا تمشي تقول لهم يعاودوا التحاليل من جديد. لا لا عندنا النفوذ تبارك الله من جهودي. يا سيدي الحاج وكيل الحاج كون هاني إن شاء الله. ياك كون هاني. وسيدي هاكا يكونوا الصحاب. عرفتي اش غادي ديروا دابا؟
غتمشيو تشوفوا شغلكم وباش ما كنردوا عليا. اللي ما تعاودش هاد الكلام. بارك الله فيكم. الله يعافيك. بارك الله فيكم. أمال. نعم بابا. زيدي يا بنتي زيدي. ما شفتيش عمر؟ يومين هادي بابا. مراتو فين دا؟ ما عرفتش. بابا هديك صحفية رجاء دارت كسيدة. غيكون باس عندها. ولكن راه كاين شي واحد مورا هاد الكسيدة. كتقولي عليا بحال انا هو السبب. سمعيني يا بنتي، عمرني في حياتي ما فكرت نقتل. بابا راه سمعتك كتهضر مع صحابك. انا راه خفت غير نوصلوا لشي مشكل كبير نصدقوا في البوليس نصدقوا في طلع وهبط. مزيان لالا مزيان. هادشي اللي بقى بنتي تجسس عليا هكذا ربيتك. وراكم تغي هبطوا وانا نسمعكم كتهضروا. انا راه بغيتك غير تفك هاد المشكل هذا بلا شوه. ربيتك وكبرتك باش فخري يامي تولي كتوريني اش ندير. ولكن بابا راه بصح تقدر تكون ختنا. انا بغيت غير نعرفها واش بنتك ولا لا. ماشي بنتي. ماشي بنت بابا. امل ماشي بابا. بصح انا عيطت لمرت عمر ومشيت شفتها في لوبيتال حيت هي اللي طلبت مني هادشي. لقيتها في واحد الحاله خايبه بزاف، راجلها تعدى عليها تكرفس عليها ومن بعد قدمت بيه شكايه. ايه كملي لالا. عمر تعرف عليك؟ عاد لقيت بيه تما فاش مشيت وحاول. حاول اش؟ باقي ماشي مهم. لالا التفاصيل كامله مهمه. حنا اللي كنحددوا اللي مهم واللي ماشي مهم. المهم دابا نخليك تسترحي. هاك التليفون ديالي. الا شتي اي حاجه تفكرتيها شي اضافه اخرى عاد لي فهاد النميرو هذا. خليك على خير. نعم سيدي شكرا. واش ما بغيتيش تهضر مع ديك الصحفيه؟ راه كيعرفوا باك مريض. انا ما درتهاش بالعاني، بغيت غير نعرف شنو وقع في ليزاناليز وصافي. من راسك قاصح. قلنا لك هذيك راها نصابه باغا تشوهنا وتشوه العائله كلها. عمر انا متاكده ان هذيك لاكسيدون موراها شي واحد. انا خفت غير اللي يكون بابا. راسك مشى بعيد بزاف. واش باك مريض وانت كتقولي هاد الهضره هادي؟ راه هو ما عنده حتى شي علاقه بهاد الكسيده. شتي كتهضر متاكده عمر؟ ما تقوليش انت اللي عمر بابا في خبره هاد الشيء. اسمعي نقول لك انا ما غاديش نخلي ديك النصابه المجوعفه تورث معنا. وهذا الشيء درتو على ودنا بجوج. حاجه اخرى خاصك تعرفيها، الوالد راه ماشي بالي 100%. فهمتي ولا لا؟ انت ماشي بنادم. ما بقيتش باغا نشوف وجهك. انت مريض. سيري تلعبي لقيتي مع من تلعبي. بروشه. بابا بصح بصح ما تكذبش عليا عافاك، غير قول لي باش كتحس. لاباس فهمتي. الحمد لله الحمد لله. بصح اسمح لي يا بابا بزاف بصح والله ما قصدتش نشك فيك.
بنتي انت اللي سمحي لي تكرفست عليك. أمل بابا القصيدة ديال هذيك البنت والله بنتي ما في خباري. بلا ما تحلف بلا ما تحلف بابا انا عرفت شكون اللي كان مرا. شكون؟ ماشي مشكل دابا دابا المهم هو تولي بخير وتخرج من هنا. لا خاصني نعرف. صافي بابا دابا بصح المهم هي صحتك. بغيت بنتي نعرف قولي لي شكون. عافاك عافاك دابا فكر غير في صحتك هي المهم. لا لا خدك علينا بابا. لا يرضي عليك بنتي لا يرضي عليك. خليك دابا بابا على خير. في البداية اسمحي لي أن أعتذر منك لما أخذته الأحداث من مجريات أليمة وكذا الحادثة التي تعرضت لها والتي أصنفها بالإجرامية وقد أجزم بأنها كانت من تدبير خصمنا المشترك الحاج الحسين كما أعتذر مجددا عن الطريقة التي حاولت بها ربط الاتصال بك عبر الهاتف ذلك لأن همي الأول كان هو تحذيرك من الأفعال المشينة للبغيض الحاج والصورة التي ستجدينها برفقة الرسالة كانت بحوزتي منذ أن كنت رفيقة وصديقة إن لم أقل محبا لأمك مع كل احترام لها لكني مذنب بدوري لأني قد ساعدته في بعض الأعمال الإجرامية المشينة مقابل المال. هنا تأخر كنت ما تكوني بخير ولا خير شوية الحمد لله. على كل حال
الامور كتلحق بسرعه. خدنا عصائي قصيها لك حنا اللي ضربك لحد الان ما عرفش بالجهه اللي حافظاتو وكيدعي بانه ما حافظو حد. كذب بانك تعرفي عليه اللي فاتت ضروري في المرحله. ما نكذبش عليك ما عنديش استعداد نشوف كم مرتو وكان خاف هاد الافاده ما تكونش ضروريه وما عنديش ما نضيف على التقرير ديال الشرطه. ما كاين حتى مشكل. اش بغي نعرفو؟ ريسكتي بابا في لاكلينيك هاد المره جاتو لا كريز صعيبه بزاف. راه كيقسم بالله بلي ما عنده حتى شي علاقه في لاكسيدون ديالك. راه تصدم اللي فكرت انه يقدر يكون سبب. اي والله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسبب. ما عرفتش انا حسيت باللي دابا راه نادم بصح على هادشي اللي داز. انا على ما فهمت انه باغي يصلح الا كانت شي حاجه تصلح يعوضك في هادشي اللي فات. ما عرفتش. لا امل انا ما باغي لا تعويض لا والو ما غنقبلوش. حتى من المحاميه عيط لها قلت لها تلغي الدعوه. وعلاش بنتي؟ بغيت نرتاح ماما. بابا هو بابا اللي عرفت وحليت في عيني سيالي. ولكن دابا هادشي اللي درنا كامل غادي نلوحو. راه بصح رجاء راه تقدري تكوني اختي. راه انا اختك من ديما. كنفكر نسافر بغيت نرتاح شويه بصح عيد. انا متفقاش معك. هادي هي الوقيته فين خاصك توقفي فين خاصك تواجهيه اوموا على وجه ماماك. شحال تعذبات عليك وبصح ثقي بيا غير سيري شوفيه راه ما بقالوش قد ما فات. كنوعدك غادي نفكر ولكن راه ما ساهلاش عليا راك عارفه ما ساهلاش. فهمتك. غير فكري مزيان وعيط لي الا بغيت نكون معك شو عندو بجوج. واخا تسمى لابيل ديالك. تهلاي في راسك. نتسنى لابيل ديالك. واخا يلا خليتكم على خير. الحاج دابا واحد ساعتين رجعنا عبر لك لاطونسيون. واخا شكرا. هادشي باش بغيتي تعاوني؟ ها؟ أنا مريض كنموت وأنت زيدني بالمشاكل. شنو وقع عاوتاني؟ ما عرفتيش أش وقع؟ هاديك البنت اللي تسببت ليها في كسيدة محشوماش عليك؟ هدوي؟ أنا كنت باغي نخوف ديك الصحفية باش تعطينا التقار ولكن هذاك الشيفور زاد فيه. مع من تصورتي؟ انا مبغيتش نديرونجيك بغيتك تبقى بعيد على هاد المشاكل خليني بيني وبينها. اسمع نقول لك واحد الكلمه بعد من هاداك البلا غتمشي تجيبها في راسك. انا تنقول لك واش انت باقي صغير تجيب لي المشاكل؟ ها للأمل واحد السيد من البوليس كيسول على السي عمر. قولي ليه يدخل. واخ تفضل سيدي. سمحينا بزاف. المهم عندنا امر باحضار عمر باش نسمعوا ليه الواقع اللي وقعت لصحفي رجاء الريفي بحيث المتهم تيقول بان عمر هو المحرض. ما كاينش عمر دابا. يمكن تكون في القهوه. ما عرفتش فين ممكن يكون. المهم عبر لي بلي حضرنا وقول له باش يحضر وهادشي كامل في صالحه. وسمحي لنا بزاف وتبقي على خير. خاصتي
يمكن لاش يقدر يجاوبك. الحاج الحسين، هذه رجاء الريفي، عارفك ما تقدرش تهدر، عافاك عطاني غير إشارة واحدة وش أنا بصح بنتك.